فضيلة الشيخ، هل إمام المسجد إذا قال في الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، هل يلزمه سجود للسهو؟ إذا تعمد هذا وكبر بدل التسميع تبطل صلاته، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا، وترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو. نعم.